ادي النجم الارجنتيني ديوغو بروت مع الكره، بروت هيعدي، عدفت بخبره خطيره، العرضيه لبره صلاح والتصوير الهدف جوه الجول، جوه الجول، الهدف الاول بقدم ابن النيل ابن بلادي الفرعون المصري الصغير محمد صلاح، يسجل مشاهدينا هدف التقدم في الدقيقة 12 من عمر المباراة. ادي الهجمة وادي الانطلاقة وادي اللمسة السحرية الجميلة بقدم النجم بروتي، لعب عرضية ساحرة لبره وتصوبة جميلة بالقدم اليسرى من اللمسة الواحدة بقدم ابن بلادي محمد صلاح عشان يهز الشباك هز، عشان يعلن مشاهدينا عن تقدم الكبير ذئاب روما رومانيستا بهدف اول في المباراه. هذه العاده والتصويبه والدفاع جت مشاهدينا فاق لاعب مع كل نجم من منتخب مصر، نتمنى انجاز تحقق كره طوليه محمد صلاح والهدف الثاني جوه الجول، جوه الجول، الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا مشاهدينا الهدف الثاني. ابو صلاح يا ناس ده ملك الاحساس، ابو صلاح يا ناس ده اصبح حبيب كل الناس هنا في مدينه روما. هدف تاني جميل، الباصه جميله والتحرك اروع واللمسه الرائعه بحنيه بقدم نجم النجوم النجم المصري محمد صلاح نجم المباراه وعريس اللقاء، لانه حتى لا مشاهدينا هو صاحب هدفين اليوم في مرمى نادي بولونيا. روما ذئاب روما متقدم بهدفين مقابل لا شيء. علي مين صلاح هيعدي، السرعه الانطلاقه الرهوان اللمحه والرؤيه والعرضيه لبره تعدي لجيكو، تصويب جيكو صد حلو والهاتريك جول، جول، الهدف الثالث هاتريك اليوم لنجم النجوم النجم الكبير محمد صلاح. العب يا كبير واتدلع وعيش ايامك واستمتع، العب يا فنان، العب يا موهوب، العب يا ساحر، سجل كمان وكمان، اضرب كمان وكمان، اللدغه الاولى اللدغه الثانيه وكمان مش